الله الرحمن الرحيم. اسمي احمد يحيى احمد سعيد، منسق عام ائتلاف خريج وطلاب الحقوق والشرع والقانون. احنا جايين النهارده قدام دار القضاء العالي للتنديد بالمحاكمات العسكريه ومحاكمه ضباط 8 ابريل. حضرتك ضباط 8 ابريل دولت انضموا للشعب المصري في يوم 8/4، انضموا للشعب المصري في يوم 8/4 بيطالبوا بيأيدوا مطالب الشعب المصري. ازاي يتحاكموا ويتحبسوا؟ الناس ديت مكانها على الحدود، مش يتحطوا في السجون. يا بابا بنطالب المشير ان هو يفرج عنهم. ايضا زمايلنا المعتصمين داخل القضاء العالي بيطالبوا بتقرير القضاء. بنطالب سياده المشير ان هو يحاول يحقق مطالب الشعب في حاله عدم تحقيقها. سنطالب اسفين للمشاركه يوم الجمعه 9/9 في الميدان لتطهير القضاء والغاء المحاكمات العسكريه والافراج عن ضباط 8 ابريل. وان شاء الله نلجا للمحاكمات لجميع المنظمات الدوليه والامم المتحده في حاله عدم تطهير القضاء وعدم اعطاء الاوائل والمتفوقين حقهم. الشعب يريد تطهير القضاء، الشعب يريد الغاء المحاكمات العسكريه. شكرا لحضرتك. احنا بنطالب بتعليق دفعه 2009، عدم البت فيها اطلاقا في جميع في اي دفعه في جميع الهيئات القضائيه، والنظر في التظلمات في العوار والفساد من 10 سنين ماضيه الى الان، والنظر في التظلمات والتعيين باسر الرجع، وتطهير القضاء من الذين زوروا الانتخابات البرلمانيه، وتفعيل قانون السلطه القضائيه الخاص بالمحامين. افرج عنهم يا مشير. ضبط الثوره المصريه، ضبط